ومعنا من معبر قسطل البري مراسل القاهرة الإخبارية محمد جمال. إذا أحييك محمد، هل لك أن تحدثني عن الجديد لديك في معبر قسطل البري وأيضا العابرون من السودان إلى الأراضي المصرية؟ نعم حساني، هنا في معبر قسطل على مدار الساعة يستقبل أعداد كبيرة من الوافدين من دولة السودان هربا من النزاع المسلح الدائر هناك منذ ما يزيد عن 50 يوما. اليوم في أعداد كبيرة من الوافدين قدمت إلى معبر قسطل، استقبل كثير من السيارات التي تحمل أعدادا كبيرة من المواطنين السودانيين، وبمجرد الدخول إلى معبر قسطل قدمت لهم الخدمات العاجلة التي توفرها الدولة المصرية، بداية من الخدمات الطبية متمثلة في مركز طبي يقدم الرعاية العاجلة في حالة وجود مصابين أو في حالة وجود أي حالة تحتاج إلى تصرف طبي عاجل. أما إذا كان هناك أمر يحتاج إلى التحويل إلى مستشفى فهناك أطقم طبية تمت مضاعفتها في كافة المستشفيات في محيط معبر قسطل، وهي جاهزة بالفعل لاستقبال الحالات الطبية التي تحتاج إلى تدخل جراحي عاجل أو الحالات التي تستدعي الدخول إلى العناية المركزة. عقب ذلك يتم التعامل من خلال إدارة الجوازات والهجرة وفحص الأوراق الثبوتية وتقديم المساعدة على المستوى اللوجستي لتسهيل حركة دخول الأشقاء السودانيين إلى مصر. تحدثنا حساني إلى كثير من المواطنين السودانيين الذين دخلوا على مدار اليوم عقب انتهاء إجراءاتهم، أشادوا بالدور الذي تقدمه الدولة المصرية لإنهاء إجراءاتهم، وأكدوا أن كثير من المرضى تلقوا الرعاية الطبية من خلال المركز الطبي التابع لوزارة الصحة المصرية أو حتى على مستوى الهلال الأحمر الذي يدشن أيضا مركزا طبيا هنا يفحص من يحتاج إلى الفحص ويقدم الرعاية إلى من يحتاج إلى الرعاية الطبية. سوف نكون معك إذن محمد في تفاصيل حول تطورات ما يحدث لديك في معبر قسطل البري على الحدود المصرية السودانية. أشكرك شكرا جزيلا محمد جمال مراسل القاهرة الإخبارية.